قل لي بربك حين تنظر طيبة، هل لا رأيت مدينة ببهاها وجمالها من حين حل المصطفى فاختارها أرضا فطاب ثراها؟ وعدد خاص ومميز من صريح جدا استقبلنا فيه حجاجنا الميامين من مطار أحمد مولاي مدغري بولاية الأغواط، أحاسيس وكلمات معبرة نابعة من القلب رصدناها لكم في هذه التصريحات لنتابع. دعينا في كل بلاصة، دعينا في المدينة، دعينا في عرفة، دعينا في منن، دعينا في مزالفة، دعينا في كل بلاصة، في البيت في كل بلاصة دعينا، جاء على أولادنا عند حمزة والعباس في كل بلاصة دعينا، جاء على أولادنا ودعينا جاء على بلادنا كاملة، الجزائر من طرف طرف وبشورتي شنود تاع الحدود. خيرات الله يبارك، كنحسوا روحنا مقربين من ربي، ندعو للخلق كاع، ندعو لبلادنا، ندعو لعبادنا لوليداتنا، الحمد لله رحمة والله قرحمة، قايمين بينا في الماكلة الشراب الرقاد، رحمة وتحية بلادنا وربي يحفظ رئيسنا، عقبة رحمة ربي رحنا مرضى جينا بارية. صلاة النبي عقبناها لباس الحمد لله، وحجينا حجة زينة وخلعونا على القواشي والو لباس، عقبة لباس صلاة الله يبارك، صلاة قايمين في كلش صلاة الله يبارك. بسم الله ونحمد ربي على النعمة هذه اللي كرمنا فيها ربي الحج، إن شاء الله حج مبرور وذم مغفور وتجارة لن تبور، نفذنا قاعة المناسك نتاعنا من الدخول بالعمرة والذهاب إلى منن ومزدلفة وعرفة، كل خير كاين وتعبدنا وان شاء الله ربي يتقبل منا وان شاء الله ربي يحفظ البلاد، ودعينا للبلاد ودعينا للاولاد ودعينا للوطن وان شاء الله ربي يحفظ هذه الامه الاسلاميه كامله. الاحساس الحمد لله، النعمه ربي رزقنا بها، احساس رهيب اللي ما راحش ان شاء الله يروح ويشوف بعينه، قد ما نقدموا له الصوره هذه ما كانش كيما اللي راح يشوف، ان شاء الله ربي يتقبل منا وان شاء الله ربي يرحمنا بنعمته، ان شاء الله نرضوا على بعضنا بعض، به ربي يرضى علينا. شفنا بيت ربي سمعتني، ورحنا للعرافه ورحنا المنن ورحنا للبيت ورحنا وقدرنا فيهم وزرنا، وشكر ربي الحمد لله اللي عطانا هذه الفرصه، والحمد لله لقينا رجال هنا يتنزنا، والشكر ربي لقينا ثاني ناس هنا ثاني تقوم بنا. حسيت في روحي في كل ما نزيد النهار اللي يجي رحت ماهيش طايق، والنهار اللي يجي نريح فيه، النهار اللي يجي نزيد في خير خير على خير، والله قف في خير ولا خير، الحمد لله وشكر الله بفضل الله، اللهم لك الحمد والشكر، وربي يزاجي كل سلطاتنا وربي يحفظ الجزائر ان شاء الله، ربي يحفظها وكثر من امثالها وربي ان شاء الله يحفظ اولادها. الحمد لله الحمد لله، مشينا على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، يوم الترويه كنا مع المشاة، نزلنا بمنن، بتنا بمنن على الساعة الثالثة صباحا، توجهنا إلى مزدلفة ثم إلى عرفة، قبل وصولنا إلى عرفة دخلنا إلى مسجد نميرة، صلينا ركعتين ثم توجهنا إلى عرفات، ما شاء الله، ما كيف أصف لك عرفة؟ جبل عرفة لا من كثرة الحجاج، عدد الحجاج كبير جدا 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 جدا، هناك دموع، دعاء، خشوع، رهبة، عظمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في ذلك المنظر، صراحة دموعنا خانتنا وقلنا يا الله منا الدعاء ومنك الاستجابة والحمد لله. الحمد لله على الحج ما شاء الله، كيف نصف الحج هذا؟ أول ما دخلنا إلى الكعبة مباشرة إلى الكعبة تعنقتها والدموع لوحدها، الدموع سالت، شعور لا يصاف، وما شاء الله في كل السلطات في الفنادق في المشي في الحمد لله على كل حال. الأثار اللي أثر فيا هي كل شيء، الدنيا صغيرة، كل العالم تجده هنا، كل العالم
نعم نعم لغتهم وأجنتهم، ولكن كلمة لا إله الله محمد رسول الله جمعتهم. خيرات الله يبارك، إحساس رحمة من رحمات رب العالمين ما مدني. أماكن مقدسة طيبة، معاملة حسنة، كل شيء على حسب ما يرام، الحمد لله. ما كان حتى نقص في شيء، ما كان حتى ما تتمناش ما تعاود ترجع هنا. فهمت؟ الحاجة اللي أثرت فيك لما كي رحت شفتها وأثرت فيك حسنة. البيت فهمت؟ روائح البيت والبيت لما تكون تشوف فيها في التلفاز، ومن بعد تلقى روحك الطوف وتلقى روحك تمس فيها وتلقى فيها، ثم تحس بحاجة غريبة فهمتي، تعود تقول الحمد لله اللي ربي يوفق ووصل لهذا المكان، الحمد لله. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني ما شاء الله، الله يبارك. ثاني لما تدخل وتشوف وتقول ما عدتش نخرج من هذا المكان، ما وتحس صح، تحس باللي صح، أماكن مقدسة وأماكن طاهرة وأماكن طيبة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله كانت زيارة مباركة إن شاء الله، كانت أجواء روحانية، أجواء تعبد، قضيناها بالصحة والعافية، سيرت الأمور على كل حال على ما يرام، والحمد لله الآن العودة إلى أرض الوطن، والحمد لله والشكر لله على كل حال.